وليتي تحط يدك على حولي صغير، حولي صغير 4000 درهم 3500 درهم مول 2500 ما يعيد. والتليفونات الناس دراوش كيمشي مسكين يقلب على نوكيا بغي يقول الو بحال هادي، مشا كيحسبوا لي هادي راه كوبي، هادي راه مابقاش في الاوريجينال، مشا كيحسبوا لي 300 درهم 250 درهم. وتخيل معايا هاد 250 ولا 300 اش غتجيب لك عند الكترو السلام نوكيا نيت هاي شو قداش، شو هادي ب 250 وهادي هانت شو قداش، اللهم بارك. هانت اللي بغاها الالو، اللي بغاها اليوتيوب، اللي بغى ينافيغي فيها يروشيرشي فيها الويفي، فيها لاكارت، فيها كارت ميموار، الكاميرا تصور بها كلشي، بشحال هادي؟ هادي بشحال؟ هانت جديدة، باتري دوريجين، الشارجور ديالها اوريجينال، الشارجور ها هو بشحال؟ جديدة 299 درهم، هادي كاملة ب 299 درهم. وليا التليفون كيدير هانت، كاين اللي ما كيشوفش الإخوان واش هذا تليفون؟ واش هذا تليفون ها هو؟ نفس الثمن، الثمن باش غتشري هذا؟ وغتشري غير كوبي، هاهي نوكيا اوريجينال، هاهي لوميا، شوف دير بها غير الو، وحتى هادي خودها دير بها غير الو، والباتري ديالها كبير حسن مليون ألف درجة من هذا. كاين معايا تليفون سامسونج جديد بالميكا ديالو، هانا تاكتيل، فيه الويفي، فيه البلوتوث، تقدر تشطر تروشيرشي في جوجل، دير بيه الو، حسن لك بزاف 100 ألف درجة من هاد الزبل هذا اللي ولا خارج. ولا سامسونج ولا نوكيا اللي خارجه كوبي اللي بغى يقول الو 250 درهم بالشارجور ديالو ها هو اللهم بارك، الباتري كلشي جديد 250 درهم. اللي بغى هواوي هانا 250 درهم، هاي هواوي جديده، شوف 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 الموديلات كي دايرين هانا، الباتري اللي زيات هانت هانت مبرع، هواوي تاكتيل 250 درهم. ما كيدعموش الواتساب الاخوان، هادو اللي بغى يقول الو بغيت تفرج في يوتيوب مره مره الويفي 250 درهم. كاين هذا انا اللهم بارك ها هو 250 درهم. وكاينين عندي هاد الموديلات الاس 4 ميني جديده سوبر اموليد 300 درهم، هذه 300 درهم، هواوي اش كيدير اللهم بارك 4G 300 درهم، هذا ماشي 300 درهم الاخوان، 300 درهم تليفون فيه الويفي فيه البلوتوث باتري كبير، تقدر دير فيه كارت ميموار، كاين لي دو كارت كاين لي كارت وحده، تقول بيه الو 250 درهم و 300 درهم، تليفونات الاخوان فيهم لاكارت فيهم الويفي، تقول بهم الو، هذا ما كان الاخوان تبارك الله عليكم.